انا اشتغل موسيقى النهارده على سيف ابن بن حموده. تمام، هنبدا الاول. فكرت بس حاجه سريعه كده، احنا كنا بنتكلم السنه اللي فاتت على الدي سي 200. تمام، وهنتكلم يعني خاصه عن الموتو. كنت بقول لك هو يعني اي اله دوره بتتكون من جزئين اساسيين، هم جزئين ستيت والموتو بتاعها. تمام، فجزء ثابت وجزء بيتحرك. تمام، تحت الالوان ممكن ايه يبقى في حد فيهم اسمه او ميتشر والتاني اسمه التاني بولز. تمام، يعني في حاجه مسؤوله عن انتاج المجال، والحاجه الثانيه هي مستنتج فيها الاي ام اف او تدخل فيها الاي ام اف. تمام، فكنت بقول البولز بتاعتي في حاله الدي سي ماشين بتبقى عباره عن ايه؟ عن الاستيتور بتاعي، صح؟ وكنت بجيب الاقطاب ازاي؟ يا اما عن طريق فيرمنت ماجنت كده، يعني هي حاجه موجوده في الطبيعه، يعني ماده موجوده كده ادي الان بتاعي والاس، او بروح على الكور بتاعي الروتور وعامل جاي ملف ومدخل فيه دي سي. تمام، فالمجال بتاعك هيبقى طالع منين؟ طبعا ده هيجيب كود بشماله وده هيجيب برضه كود بجنبه، مفيش مشكله. فالمجال هيبقى دايما منين لفين؟ من الشمال للجنوب، يعني اتجاهه ثابت، ده اول حاجه. والشده بتاعته كمان ثابته. ليه الشده بتاعته ثابته؟ لان بغزه دي سي، يعني مجال من غير ما انت مجنون، فالبي بتاعته ثابته. تمام كده؟ طب بالنسبه للارمتشر بتاعي او الروتور، انا كنت اقول لك الروتور اهوت، وعندك هنا كومنتاتور وبرش. تمام؟ وانا طبعا هشتغل موتور، فانا هدخل الكتريكال باور عشان اطلع ميكانيكال باور. هدخل الكتريكال باور، فطبعا هتلاقي ان الملفات بتاعتك هنا مثلا هتبقى اتجاه التيار في اتجاه، وهنا هي التيار في الاتجاه المعاكس ليه. تمام، فلو قلت مثلا هنا هتبقى داخل الصفحه، وهنا هيبقى ايه؟ خارج الصفحه. تمام، فالمجال اللي هيطلع من الارمتشر بتاعك هيبقى عامل ازاي؟ قاعه البريمه ولا اي حاجه، ده داخل يبقى مع عقارب الساعة، ده خارج هيبقى عكس عقارب الساعة، فده هيبقى شكله عامل ازاي؟ مع عقارب الساعة كده، وده عكس عقارب الساعة كده. فالمجال المستنتج هنا هيبقى عامل ازاي؟ الاثنين في الاتجاه ده والفوق. يعني مجال الروتور دايما بيبقى عمودي على مجال الاستيتور. هو دايما هيبقى كده. تمام؟ بس هو ايه اللي هيحصل بقى لما يبقى انت عندك ملف بيمر فيه تيار محطوط في مجال؟ هيبقى في نمط فيها مجال عالي ونمط فيها مجال منخفض، يحصل فورس، الفورس هنا، الفورس دي عكس الفورس دي، يبدا اللي يحصل الارمتشر بتاعك يدور، في مشكله في كده؟ فده هيبدا يدور. فانت شايف ايه اللي بيحصل؟ دوران الروتور بيكون بيحاول يقلاي ايمنت، يعني بيحاول يوصل لمجال الاستيتور، او الاستيتور هو بيحاول يكسب الروتور بتاعك، فده ما عايز يدور فين؟ في الاتجاه ده. بس هل المجال ده هيتحرك؟ لا مش هيتحرك. ليه مش هيتحرك؟ لان اي ملف هيتنقل من هنا لهنا عن طريق كومبيوتر وبرش تعكس اتجاه التيار فيه. فدايما المجال اللي هيبقى هنا فين؟ هيبقى متعامل على مجال الاستيتور بتاعه. وقلنا ساعتها ان التورك اللي بيطلع من الاله ديت، يعني احنا ما قلناش كده بالظبط يعني، بس قلنا ان التورك ده بيتناسب مع الفيد اللي طالع من البي الاستيتور، في الفيد اللي طالع من الروتور، في ساين الزاويه. كنا بنقول مثلا ايه؟ البي في الاي ساين الزاويه. فالاي ده ممكن اشيله واحطه مكانه بي بتاعته. انا اعتبرتهم الاثنين لله. فبقول ان التورك بتاعي بيتناسب مع الفيد اللي طالع من الاستيتور، في الفيد اللي طالع من الروتور، في ساين الزاويه اللي هنا. طبعا ساين الزاويه اللي هنا دايما ايه؟ الزاويه دي بكام؟ 90 درجه، يعني التورك اللي بيطلع هنا المفروض ان هو تورك الماكس. تمام؟ وهتلاقي نفس هتلاقي لما يجي يشتغل كنترول في مقاس الفيد دلوقتي كنترول في الاي سي ماشينز بعد كده، هتلاقي ان احنا بنحاول نخلي الزاويه دي كام اصلا؟ 90، احنا بنحاول نرجع تاني للدي سي. تمام؟ تمام على كده. تي تتناسب مع بي اس في البي اس ساين سيتا، ودي هتبقى واحد دايما عشان السيتا بتاعتك ب 90. كده حصل ايه؟ موتور. تمام؟ حصل موتور، وده بقى ايه؟ بقى يلف عندك. طب بعد ما يحصل موتور ايه اللي بيحصل عندك؟ بقى عندك حركه في مجال. تمام؟ يعني ايه؟ انت عندك قانون اللي هو بتاع الالكتروماجنتيك اندكشن بتاع الفرضيه، الاي بتساوي سالب الان ديفول باي دي. يعني ايه؟ لو في معدل قطع فيد متغير بالنسبه للملف بيتكون فيه اي ام اف. تمام؟ بس هنا الفيد بتاعك ثابت، ولكن الحركه نفسها اللي بتخلي معدل قطع الفيد اللي ايه؟ اللي متغير، فبالتالي ايه اللي بيحصل في الملف؟ بيتكون فيه ما يسمى بالباك اي ام اف. صح كده؟ باك اي ام اف اللي كان بيشتغل، كان بيشتغل موتور مش كان بيبقى فيه باك اي ام اف؟ باك اي ام اف دي جايه نتيجه ايه؟ ان اصلا هو فكره عمل الجنريتور ايه؟ ايه اللي يساوي سالب ان ديفاي واي دي؟ عندك ملف او مجال متغير بيطلع الملف ده،
المجال المتغير جاي منين؟ ان ده الرطب نفسه بيدور والمجال ثابت، فهو هو بيدور كل شويه الزاويه بتتغير، فمعدل قطع الفيل بيتغير، فبالتالي الكون فيه ايه. وعليه قلنا ان جوه كل موتور جنريتور، وجوه كل جنريتور ايه؟ موتور. فالموتور ده بعد كده بيحصل ايه؟ جنريشن اكشن، عشان دي مهمه لو بعدين ايه بيحصل. طب ماشي، هل لو انا هشتغل جنريتور الاي ام اف هتطلع هنا او التيار ده هيطلع هنا، هيبقى اي سي ولا بي سي؟ اي سي جوه الاله نفسها اي سي، تمام. وبعدين كنت بعمل توحيد، يعني لو هو قطعتين كوميتيتور بس فكنت كاني بعمل فورورد ريكتيفيكيشن، يعني ايه؟ يعني بوحده كده بس. انما انا كنت بعمل ايه؟ بزود عدد الكوميتيتور سيجما بحيث ان هو يحصل ايه؟ سموزنج للاي ام اف اللي طالع والطيار اللي طالع. بس دي مهمه بالنسبه لي ان هو ايه؟ بيطلع جوه الاله ايه؟ اي ام اف او طيار اي سي. يعني انا لو عملت كده ادي الام وادي الاس بتاعتي، رحت جاي ملف، الملف ده مثلا ايه؟ ايا كان شكله عامل كده، الملف ده دورته، تمام؟ ايه اللي يحصل؟ ايوه في قطع متغير للفيض بالنسبه للزمن، وبالتالي ده هيتكون في ايه؟ اي ام اف. الاي ام اف شكلها عامل ازاي؟ ساين ويف زي ما اتفقنا، ادي ساين ويف. لو انا رحت جاي وجبت ملف تاني، الملف ده شفته 120 درجة عن ده في الفراغ، يعني جبت ملف كده، شوف دي مثلا كده، هحدث 120 مثلا كل كده، رحت جايب ملف تاني وحطه ايه؟ هنا كده، ودورته برضه، ايه اللي هيحصل؟ هيتكون اي ام اف، بس الاي ام اف دي هتكون ايه؟ متأخرة عن ده أو متقدمة مش تفهم، متأخرة عن ده مثلا كام؟ 120 درجة، مش هبقى عامل كده. طب لو جبت ملف تاني وعملت شيفت عن الاثنين دول كام؟ ايا كان بقى الرسمه مش موضحه قوي، بس كل واحد شفت ده على الثاني كام؟ 120 درجه. فبالتالي ده هيجيب كمان ايه؟ ام اف ايه؟ شفت ده عن بعض كام؟ 120 درجه. في مشكله في دي؟ تمام. لما انا اجي اشتغل، انا هشتغل اي سي، تمام؟ هشتغل 3 فيز. طب اول حاجه بس افكر فيها لما اجي اشتغل اي سي هقول لك الاتي. دلوقتي لو انت جبت ملف والملف ده مرنت فيه تقارير فحطيت عليه فولت اي سي، ايه اللي هيحصل؟ وقفلت الدايره، الفولت ده هيجيب طياره، الطيار ده برضه اي سي، بس ماشي ممكن لاج باور فاكتور يعني متاخر شويه. طب الطيار ده هيعمل ايه؟ هيعمل مجال، المجال ده برضه ايه؟ متغير، يعني ده كان ثابت الشده وثابت الاتجاه. المجال ده اللي بيحصل فيه؟ متغير الشده والاتجاه، تمام؟ يعني ايه؟ يعني انت على حسب ده شبه دي بالظبط. يعني في اللحظه الاولانيه دي كان كنت بكام؟ بصفر مثلا، واتجاهه كده، هيبقى اتجاهه كده. وبعدين بيزيد، وبعدين يزيد، وبعد كده يزيد لحد ما يوصل هنا، وبعدين اللي يحصل في تاني هيقل، يقل يقل لحد ما يوصل لكام؟ صفر. وبعد كده يعمل ايه؟ يزيد النيجاتيف، بس الناحيه التانيه، يعني هو ايه دلوقتي؟ متغير الشده والاتجاه. فانا عايز اعمل ايه؟ اول حاجه، هل ينفع المجال اللي يطلع عنه يوصل للصفر كده زي ما احنا شايفين؟ ما لو المجال ده وصل للصفر التورك بيتناسب مع ايه؟ مع ده، فبالتالي التورك هيبقى بصفر. وبعدين انت كده تقعد تجيب تركي بقى انستنتينيوس، يعني ايه؟ يعني كل ايه؟ احنا بنقول يعني احنا بنفكر لما انا برجع ادخل اي سي ايه اللي هيحصل؟ هو المجال هيبقى دلوقتي هو كمان متغير، فالمجال داخل اي لحظه ممكن يوصل لصفر، فالتركي بتاعك هيبقى ايه؟ هيبقى اصلا يعني انت كل لحظه ترك مختلف، انت مش عايز كده، انت عايز تشيل تركي القلعه على تركي الحمل بتاعك على طول. فقال لك انت هتعمل ايه؟ احنا هنشتغل 3 فيز، تمام؟ فقال لك انا هجيب حاجه اسمها 3 فيز وينج، يعني ايه؟ يعني ثلاث ملفات عندك. ثلاث ملفات دول تمام؟ هنحطهم شفت عن بعض 120 درجة في السبيس، يعني ايه؟ يعني الستيتور بتاعك اهو، تمام؟ هحط ملف تاني واحسب 120 درجة واحط ملف كمان، واحسب 120 درجة واحط ملف كمان، اعتبرهم هم ثلاث ملفات بس. واحد اثنين ثلاثة، كل واحد شفت عن بعض كام؟ 120 3 فيز وايندنج شفت عن بعض كام؟ 120 درجة. طب انا هعملهم 3 فيز ازاي؟ اوصله مسطر او دبل، اوصله مين؟ مسطر عندك كده، وصلته مسطر. بعد ما عملت الثري فيز وايندنج ووصلته مسطر اللي هم 120 درجه في السبيس، اروح جايب الثري فيز صندال غزيه وشفت اللي عن بعض 120 درجه في الطاير، يعني ايه؟ يعني هجيب صندال شكله عامل كده بيطلع ثري فيز، تمام؟ ده الاولاني، ده الثاني، وده ايه؟
فمثلا هو ده ار وده اس وده تي، يبقى ده دي ار دي اس دي تي على السين، ده مثلا ار واس وتي. تمام، احط ده على ده ايه اللي يحصل؟ هقول لك ماشي، مش انت قفلت يعني قفلت الاستاره دي يبقى هيمروا طيارة. تمام، مره طياره طلعت هي ايه؟ 3 فيز شفت ده عن بعض 120 درجه. تمام، الطياره ده هيجيب ايه؟ مجال ده 3 فيز شفت ده عن بعض 120 درجه. انا اعتبرهم ان هم شبه كده، هيتشفتوا يمين يتشفتوا شمال، هم 3 فيز شفت ده عن بعض 120 درجه. يبقى ده ممكن يبقى ايه؟ ده الفاي ار، ده الفاي اس، ده الفاي تي. ده الشكل بتاعه لو انا كملته قبل كده، وده لو كملته قبل كده. طب في كل لحظة المفروض الفايل اللي هيطلع من الآلة في اللحظة ديت هيبقى إيه؟ مجموع الثلاث فوت ثلاثة فوت دول بس اتجاهين. يعني الفاي توتال بتاعك هيبقى عبارة عن إيه؟ الفاي آر زائد الفاي إس زائد الفاي تي. تمام؟ دي المفروض أنت أصلا تعملها ريبورت مع الدكتور سلمى، بس معرفش هل الدكتور أنت ولا لا. اللي هو إيه بقى؟ إن أنت هتلاقي إن أنت لما بتحط لما بيكون عندك 3 فيز طبلور محطوط على 3 فيز واندي، ده شفت الاربعه دي 120 درجه محطوطها، ده شفت الاربعه 120 درجه في السبيس، بيتكون مثلا بالروتيتنج ماجنتيك فيلد. الروتيتنج ماجنتيك فيلد ده هيجي ازاي؟ قال لك والله هتاخد على الرسمه دي، طبعا انت بترسمها بسكيل، يعني في في ماكس وده مثلا ساين اوميجا تي، ده ساين اوميجا 222، ساين اوميجا 240، وبتيجي تعوض مثلا النقطه ديت يعني ايه؟ يعني ساعتها الزاويه بصفر، هتعوض ايه؟ بصفر. هتلاقي ان هنا ده الفاي ار، ده الفاي اس، ده الفاي ار بكام؟ بصفر. الفاي اس تشوف قيمته طب اتجاهه، قال لك ما انت عارف لو انا اعتبرت ان الايه؟ ده الار بتاعي، صح؟ ده اتجاه الار، طب النيجاتيف ار هيبقى ازاي؟ بالعكس. طب الاس متاخر عنه بكام؟ 120 درجه، يبقى كده. ده الايه؟ ده الاس بتاعي، يبقى الناحيه الثانيه بتاعي نيجاتيف اس. طب التي اتاخر برضه بكام؟ 120 درجه، وده النيجاتيف تي بتاعك. فهترسم ده المفروض هيتطلب منك وهترسمه بسكيلر اسمه دي. ها؟ تاخد مثلا هاخد النقطه دي. النقطه دي عندها الفاي ار بكام؟ صفر. طب الفاي اس هتلاقي تقريبا ايه؟ ساين 120، تمام؟ اللي هي مش عارف سالب جزء 3 على 2 او حاجه كده. فتلاقي هنا ده مقداره سالب 3 على سالب جاز 3 على 2 من الايه؟ من الفاي ماكس. ما انت فاي ماكس ساين اوميجا تي ناقص 120، هتلاقي مثلا سالب جاز 3 على 2 في الفاي ماكس، تروح حاطط قيمتها فين؟ نيجاتيف اس تي، يبقى شكلها عامل كده وتحط قيمتها. تمام؟ طب التي هتلاقي تقريبا شبهها بس ايه؟ بوزيتيف تي، فتحطه فين هنا كده؟ فتلاقي ايه؟ تحلل المركبات دي، المركبه ديت هتبقى قد المركبه اللي الناحيه دي، فعلاش هو صح؟ المركبتين دول هيتجمعوا فين؟ في الاتجاه ده. هتعمل دي بقى في الحالات كلها. عن 30 عن 0 30 هناخد مثلا يعني 12 حاله 0 30 60 90 لحد 360. هتلاقي في الحالات دي كلها قيمة الفاي توتال دي بتساوي 1.5 من قيمة الفاي ماكسيموم. يعني المجال اللي انت طلعته بالطريقة ديت هو مجال ثابت الشدة. قيمته بتساوي كام؟ 1.5 في الفاي ماكسيموم، ولكنه بيدور بسرعه بتسمى سرعه السنكرونس. تمام، اللي انا عملته ده كون ايه؟ 3 فيز صبار. تمام؟ شفت الاربعه دي 120 درجه في الطايم على 3 فيز 1 شفت الاربعه دي 120 درجه في السبيس، تقول لي ما يسمى بالايه؟ روتيتنج ماجنتيك فيلد. وعم مكسر كده ماجنتيك فيلد ان قيمته ثابته بتساوي 1.5 من الباي ماكسيموم او البي ماكسيموم على حسب بتشتغل مع باي ولا بي. وبيدور بايه؟ بسرعه التزامن بتاعتك اللي هي الانكس. يعني هتلاقي المجال اللي طالع مجال عامل ازاي؟ يعني المجال اللي طالع قيمته مثلا 1.5 في الفاي ماكس، ولكنه بيدور كده او العكس بسرعه ايه؟ انسنكرونس. طب انسنكرونس دي بتعتمد على ايه؟ التردد اكيد. معدل بولس. ليه التردد اكيد؟ 120 بي اف على دي. ايوه 120 اف على دي ماشي، مش عايزين القانون بس انا عايزين ليه؟ لان ده معناه ايه؟ ما دام مثلا فاي بوزيتيف
او فايت في ناحيه يبقى ده قطب شمالي. طب الفايت عكست قطب جنوب، يبقى ما دام هو بيروح قطب شمالي قطب جنوب قطب شمالي قطب جنوبي، يبقى ده اصلا ايه عدد ذبذبات في الثانيه، يبقى الفريكوانسي هو اللي بيأثر على التردد. بس هو لوحده لا. كنت واخد قبل كده ان في حاجه ايه اسمها سيتا ميكانيكال وسيتا الكتريكال. يعني ايه؟ يعني لو هما قطبين اثنين ان واس بس كده، لما هيدور لفه ميكانيكيه يعني 360 درجه هيعمل ايه؟ كم درجه كهربائيه؟ قال لك هو مش هيعدي على ان، يعني لو هنا مثلا هيبقى شكل وسط كده، وبعدين هيرجع ايه؟ يعدي على اس، يبقى هيعمل ايه هو كمان؟ 360 درجه الكتريكال. طب لو هما اربع اقطاب ده كان برضه لفه لفه 360 درجه ميكانيكيه ولكنها كهربائيه كام؟ عدى من ان يعني كام كده، وبعدين رجع لايه؟ اس، وبعدين راح لان تاني، وبعدين راح لفين؟ لاس تاني، يعني عمل ايه؟ 720 درجه. يعني مش التردد بس اللي بيأثر، لا ما هو التردد ده بيغير لك بس الكتريكال، لا تروح تشوف ميكانيكال في كام كوب، وعشان كده هتلاقي القانون بتاع الان اس عباره عن ايه؟ ان اس يساوي 120 في اف. والله اللي تحت ده هو عدد الاقطاب، تكتبه بيه، تكتبه 2 بي، تكتبه 17 بي، المهم تبقى انت عارف ان ده ايه؟ فاحنا هنشتغل ب 2 بي، لانك في الاله الثانيه هتشتغل ب 2 بي، فانا مش هعرف تاني اكتب لك بي والناحيه الثانيه اكتب لك 2 بي، انت عاملها زي ما انت عايز بس مش شايف الالتين واحد. تكتبها بي تتعوض عنها بعض الاقطاب، تكتبها 2 بي تعوض عنها بعض الاقطاب. تمام؟ وبعدين الدكتور اصلا وريها لك في المحاضره جي اي اف. ده انا لك ان هو 1.5 سايد اوف جي تي ناقص 60 درجه 60 درجه 90 درجه. لا ما هي هتبقى كده 1.5 درجه 60 درجه بتلف على طول. طب دلوقتي انا جبت ايه؟ جبت الفضل طالع ثابت الشده وبيدور بسرعه ايه؟ ان اس. طب انا دلوقتي زي ما اتفقنا عايزين زاويه ما بين بي ار والبي اس، صح؟ هو لازم يبقى في زاويه ما بين ايه؟ المجال بتاع الروتر ومجال الاستيتور عشان يطلع لك فوق. يبقى انا متوقع مثلا اقول لك ان البي ار اهو ثابت الشكل بيدور بسرعه كام؟ ان اس. لو انا خليت البي اس كده وخليت في زاويه ما بينهم سيتا، انت متوقع كده كده اصلا ايه؟ هو ده البي اس معاك. انت متوقع ان الروتر هيحاول ايه؟ يلف ورا مجال الاستيت. يعني ده انت متخيل ان هو هيلف هو كمان. هيلف ازاي؟ هقول لك هيلف ازاي. بس هيلف بأقل سرعة. بأقل من سرعة السنكرون. أقل أو أرفع. سبحان الله. هو هيحاول يلف. تركي بتنسب مع بي اس بي ار ساين سيتا. أقل أو أكبر ده اللي هيحصل. أنا بقول مجال، ما بقولش روتر نفسي، أنا بقول مجال الروتر. نفس المجال. هيدور بنفس السرعه، ليه لازم يدور بنفس السرعه؟ ليه لازم يدور بنفس السرعه؟ عشان لو دور بسرعه اقل من ده في لحظه معينه ده هيتحرق. فازاي ما بينهم بيبقى نفس وده الترك بكام؟ يعني قد مش صفر. او لو ده اسرع من ده هيتحرق برضه، الترك هيبقى بكام؟ بصفر. انت هثبت لك ان ده اللي هيحصل. انا هثبت لك، بس انا بقول لك انت متوقع ان ده لازما المجال ده يشوف المجال ده ما دام الاثنين بيدوروا في نفس الاتجاه ان هو ستيشن. يعني ايه؟ يعني الاثنين ما بيلفوش اصلا، او الاثنين بالنسبه لبعض بنفس السرعه. شايفين بعض الاثنين ما بينهم زاويه ثابته على طول. هم ثابتين يعني شايفين بعض ثابتين. بالظبط كده. ده هنثبته ده. ده اللي ده اصلا اساس الشيت كله. يعني الشيت ده ما كانش بيبقى عليه، انا كنت كنا بنحاول نشرح الحته دي عشان الناس تبقى مستوعبه. بس سبحان الله الدكتور محمود عمل عليها حته شيت رائعه. تمام؟ هعمل ده ازاي؟ هقول لك انا دلوقتي. احنا عايزين بس نكمل ونشوف الاله هتشتغل ازاي دلوقتي. ها؟ قال لك خلاص احنا عندنا روتر اهو. الروتر ده تمام؟ هعمله قال لك حط ملف هنا. مش ده بيجيب بروزيتنج ميتنج فيلد ثابت الشده وبيدور؟ ايه اللي يحصل في الملف ده؟ هيستحس في اي ام اف. اي ام اف شكلها عامل ازاي؟ لو طلبت ان ده مثلا هيجيب اي ام اف كده. طب لو جبت ملف تاني، الملف التاني حطيته هنا.
بس شفت العام كام؟ طب لو جبت رف ثالث وحطيته هنا يبقى جاب ايه؟ 3 فيز شفت مع بعض 120 درجه، بس هم في حاله ايه؟ فولت لسه. طب احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نجيب مجال. طب انا عايز تجيب مجال يبقى لازم اطير مره. اطير مره قال لك ايه؟ وصل لي دول يعني دول 3 فيز وايندنج هم شفت مع بعض 120 درجه، وصلهم من اول اي حاجه، وصلتهم ستوب. عايز تطير مره؟ انا عندي شورت سيركت. هتخلي اللي يحصل؟ طير مره عندي. ماشي، يبقى ايه اللي حصل ده؟ 3 فيز سبلاي على 3 فيز فولت. عظا سيريز وايند يتكون روزيتين وايت فيل. روزيتين وايت فيل ده ايه؟ هيستحس ايه من في فين؟ في الروت. لما استحس ايه من في الروت وهو مر عليه شورت هيمرر الطيار. الطيار ده هيعمل ايه؟ هيجيب مجال. المجال ده شبه رجعنا للحاله دي. مجال في الروتر مجال في الاستيتور هيتفاعلوا مع بعض اللي يحصل في الروتر. تمام؟ بس خد بالك بقى من حاجه. هنا كان في مجال. تمام؟ المجال ده او مبلغ في المر فيه طيار هيجيب مجال، المجال ده يتفاعل مع مجال الاستيتور يدور الروتر. بعد ما الروتر يدور يحصل جنريشن اكشن او باك اي ام اف. لان بقى في حركه في مجال. هنا ايه اللي بيحصل؟ لا بالعكس. ده اللي بيحصل ان مستحس اي ام اف الاول. يعني بيحصل ايه؟ انت غزيت ده. تمام؟ لما غزيت ده كون اي ام اف في ده. يعني ايه اللي حصل؟ يعني حصل جنريشن اكشن الاول وجنريشن اكشن اللي بره الطيار، الطيار جاب مجال، المجال اللي دور الموتر. يبقى اللي حصل هنا الاول جنريشن وبعدين موتر. يعني اللي بيحصل عكس ده. في مشكله في الطيار؟ تمام. طب بص بقى معايا بقى ايه في الحته المهمه جدا اللي احنا هنتكلم عنها. هقول لك ايه بقى؟ لما الروتر كان عندك كده اهو. الاستيتور اول حاجه احنا عارفين ان الاستيتور ده اصلا ساكن صح؟ امال ده ايه اللي بيدور بسرعه السنكرونس؟ هو مجال الاستيتور يعني ده ايه؟ الاستيتور فيلد بتاعك صح كده؟ تمام. ده الاستيتور فيلد بيدور بسرعه كام؟ ان اس. فده فالروتر واقف لحد دلوقتي قانون ان هو واقف. فمعدل قطع الفيلد بالنسبه للملف قد ايه؟ معدل قطع الفيلد بالنسبه للملف ده بيطلع بسرعه قد ايه؟ ان اس صح كده؟ تمام. طب ده لما يبدا يلف هيلف في نفس الاتجاه صح؟ هيلف بسرعه سميها سرعه ان واي. دي سرعه ايه؟ الروتر نفسه. تمام؟ فدلوقتي الملف ده او الروتر ده هيتقطع بسرعه قد ايه؟ ان اس ناقص ان اه صح كده؟ يبقى الروتر دلوقتي هيتقطع بسرعه كام؟ ان اس ناقص ان اه. تمام. هو المعدل القطع ده اللي هو ان اس ناقص ان هو اللي بيعمل ايه؟ هو اللي بيكون اي ام اف، والاي ام اف اللي بيتمرن الطيار، والطيار ده هو اللي بيجيب ايه؟ مجال الفيلد. يبقى في الحاله دي مجال الفيلد الروتر فيلد بيدور بسرعه كام؟ في مشكله في كده؟ بص بقى انا ايه الحته دي بتقعد فيها وقت كبير جدا. فانا في السكشن اللي فات سبحان الله يعني اشتغلناها الاول حركه خطيه في الموت وبعد كده دورانيه ما في يعني بداناها دورانيه ما فهمناهاش عملناها خطيه في الموت. فاحنا هنعمل ايه؟ لو انا هنا اهو انا ده واحد واحد تمام؟ في قطر. القطر ده بيمشي او يعني بيتحرك بسرعه ان هو تمام؟ القطر ده جواه بني ادم، البني ادم ده بيجري جوه القطر، اعتبر القطر البلد نهائي. فده بيجري جوه القطر بسرعه كام؟ ان اس ناقص ان هو. في مشكله في كده؟ تمام؟ ده هيشوف القطر الاول بيمشي بسرعه كام؟ ان هو. طب هيشوف اللي جوه القطر بيمشي بسرعه كام؟ ان هو. ان اس. ان اس.
في ناس انا واحد واقف اهو في قطر جنبي ليه؟ لو انا واقف جوه القطر والقطر بيمشي انا باخد صوره اتنين صوره القطر نفسه صح؟ يبقى انا لو واقف جوه القطر اللي تحت ده يشوفني بصوره القطر. طب لو انا جوه القطر وبجري في نفس اتجاه القطر بسرعه اللي بره ده يشوفني بجري بايه؟ بسرعتي وسرعه القطر. يبقى سرعه القطر وسرعتي تمام؟ ده القطر اهو وده اللي جوه القطر. السرعه اللي انت جايه للسليب صح؟ تمام؟ طب لو في قطر تاني القطر التاني ده بيتحرك بسرعه ان اس تمام؟ اللي جوه القطر الاثنين اللي بيتحركوا في نفس الاتجاه. صحيح. ده قطر ثاني تمام بيمشي بسرعه كام؟ ان اس. القطر ده هيشوف اللي جوه القطر ده تمام بيجري بسرعه كام؟ صراحه ايوه صفر. ليه؟ لان ده بيجري بسرعه كام؟ الناس نفسنا بس هو واخد سرعه القطر لان النهار يبقى هو بيجري بسرعه كام؟ ان اس في نفس الاتجاه اللي بيجري بسرعه ان اس. فده هيشوف ده بيبقى بسرعه كام؟ ساكن ده بيتفهم؟ تمام؟ بننقل الهواء هنا تمام؟ بننقل تمام. ده الستيت وده الروتر وده الروتر فيلد وده الستيت والفيلد بتاعه. ده ساكن تمام؟ ده بيدور بسرعه كام؟ النار. ده بيدور بسرعه كام؟ ان اس ناقص النار. ده بيدور بسرعه كام؟ ان اس تمام؟ لو انا خدتها من ناحيه الستيت الستيتور شايف الروتر بيدور بسرعه كام؟ النهار. طب الستيتور شايف مجال الروتر بيدور بسرعه كام؟ بالراحه بس بالراحه. الروتر فين؟ ملفات الروتر دي موجوده فين؟ في الروتر. والروتر نفسه بيدور بسرعه كام؟ وهو كمان بيدور بسرعه فوقيها ان اس ناقص النهار. فالستيتور هيشوفه بيدور بسرعه كام؟ ان اس اللي هي دي. ده بيشوفه عامل ازاي؟ ده الساكن هو الستيت المتحرك ده هو الروتر ده الروتر فيلد بتاعه. فيها مشكله كده؟ الروتر فيلد بالنسبه للروتر بيدور بسرعه كام او بيتحرك بسرعه كام؟ الروتر فيلد بالنسبه للروتر؟ الروتر فيلد بالنسبه للروتر لو انا جوه القطر القطر ده انا واخد سرعته وانا بجري جوه القطر يبقى سرعتي انا بالنسبه لسرعه القطر يعني سرعتي انا القطر هيشوفها كام؟ ليش في هذه النهار؟ سرعتي انا هيشوفها سرعتي هو ده ماشي هو ده ماشي يا ابو انا جوه القطر لو واقف يبقى سرعتي بكام؟ صفر سرعه القطر تمام؟ يبقى القطر شايفني ساكن عشان اخد سرعته. طب لو جريت جوه في نفس الاتجاه اللي هو بيجري فيه القطر هيشوفني بجري ماني سرعه بتاعت القطر وسرعتك يا جدع القطر لما انا كنت واقف انا واقف جوه القطر مش انت واقف جوه القطر كانك ساكن بالنسبه للقطر. طب لما اجري جوه القطر بسرعتي انا القطر شايفني بجري بسرعتي انا هو ده الفكر. انا اصلا ملفات المجال موجوده على الايه؟ على الروتر. فالروتر بيلف فملفات المجال ديت بتدور بسرعه ان اس على راس النهار في نفس الاتجاه فهو هيشوفها بتدور بنفس سرعته. اما الاستيتور كان حاله ثانيه لان الاستيتور نفسه ساكن وملفات المجال دي فين اصلا؟ واخده سرعه القطر اللي هي سرعه الروتر نفسها وراحت جايبه وبتجري كمان بسرعه على الروتر فبالتالي الاستيتور بيشوفها بايه؟ تجري بالسرعتين اللي كانت تمام كده؟ طب ماشي استيتور فيلد بيدور بسرعه ان اس بالنسبه للروتر فيلد هيشوفوا ايه؟ هيشوفوا ايه؟ مش هيشوفوا ساكن. ليه؟ لان
الروتر فين؟ مش الريفرنس بتاعه صفر، الريفرنس بتاعه سرعه القطر وسرعه الروتر نفسها. يعني انا من غير ما يتحرك واخد سرعه الايه؟ لو هو كمان بيتحرك بسرعه ايه لسه ما وصلنا الارض، فهو بيتحرك دلوقتي بسرعتين اتنين، سرعه الروتر وسرعه مجال. فده شايفه بيدور زيه بسرعه ان اس، فالاثنين شايفين بعض ثابتين. اللي هو ايه؟ القطر الثاني شايف اللي جوه القطر الاولاني بيتحرك بسرعه كام. دي اسهل بكتير من الصراحه، دي كانت دي اسهل بكتير من الدورات، يعني تحس ان دي اسهل بكتير. بدات احسها. ها دلوقتي ده الاستيتور. ساكن. الروتور هو القطر. بيتحرك بسرعه في الاتجاه ده ان ار. فالاستيتور شايف الروتور بيتحرك بسرعه كام؟ ان ار. جوه القطر في حاجه اسمها روتور فيلد. فالروتور فيلد دي كمان بتتحرك بسرعه ان اس مثلا ان ار في نفس الاتجاه. فبالنسبه للاستيتور الروتر فيلد بيتحرك بسرعه كام؟ سرعه القطر زائد سرعه يعني ان ار زائد ان اس ماشي النهار. الاستيتور الروتر فيلد بالنسبه للاستيتور بيتحرك بسرعه السنكرونس اللي هي ان اس. طب نفس الكلام انا عندي مجال الاستيتور ده، مجال الاستيتور ده الاستيتور فيلد. الاستيتور فيلد ده بيتحرك بسرعه كام؟ ان اس. هيشوف الروتر فيلد بيدور بسرعه كام؟ صفر. ليه؟ لان هما الاثنين بيتحركوا في نفس الاتجاه بنفس السرعه. دي هنفتها في ايه؟ هتلاقي جاي لك في المساله بيقول لك انا عايز السبيد بتاع الروتور فيلد بالنسبه للستيتور بالنسبه للروتور بالنسبه للروتور فيلد. فانت لازم تبقى فاهم الكلام ده كله. فده الروتور فيلد بالنسبه للستيتور بيدور بسرعه ان اس. الروتور فيلد بالنسبه للروتور بيدور بسرعه ان اس مثلا النهار. الروتر فيلد بالنسبة للستيتور ساكن او ستيشن. كده جابها من الاخر. بص بقى. كده جبت من الاخر. كده جبت من الاخر. ابصر. دي اهم حاجة في شيتو النهاردة تقريبا. واعتقد انها وصلت اسرع بكتير ما كانت بتوصل الصراحة. تمام؟ ان شاء الله تكون وصلت يعني. تمام؟ نشوف بقى كم قانون هنشتغل بهم، ثلاث قوانين تقريبا، وهنحتاج قانون رابع عشان نحل. دكتور داخل بدري في المحاضرة، هكتب السكشن ايه؟ احنا قلنا دلوقتي ان اس بيساوي كام؟ 120 في اف على 2 دي، صح؟ طب الاف ده لو تخيل ان هو الفريكونسي بتاع ايه؟ بتاع السبلاي اللي انا بجذب ايه الاستيت، وعليه ان الاف بتاعتي بتساوي كام كده؟ ان اس 2 بي على 120، دي تسميها مثلا اف اس او اف 1 اللي انت عايزه، بس انا المفروض انا بشتغل اف 1 واف 2 يعني. اف 1 الاستيت والاف 2 الروتر، في مشكله في كده؟ طب بقول لك الروتر ات ستاند ستيل، يعني ايه ات ستاند ستيل؟ يعني في السكون هو ما بيتحركش خالص. الاي ام اف اللي هتتكون فيه الفريكونسي بتاعها هيبقى كام؟ الفريكونسي هتعتمد على ايه؟ معدل قطع الفيض بتاعك اللي هو جاي منين اصلا في الحاله ديت؟ جاي من الاستيتور لان انا ساكت، يبقى ايه معدل قطع الفيض اللي بيقطعني؟ بيقطعني بسرعه كام؟ ان اس بتاعتي، لان انا ساكن اهوت وده بيقطعني بسرعه كام؟ ان اس. يبقى الاف في الحاله دي بتساوي ان اس 2 بي على 120. هتكتبها اف 2 ده للروتر عشان تميز انها عند السكون بتحط او، يبقى اف 2 او، يبقى ده ايه؟ اف بتاع الروتر عند الستاند ستيت. وفي الحاله دي هتلاقي ان ايه؟ الفريكونسي بتاع الروتر هو هو الفريكونسي بتاع الستيتور، يعني اف اس 1 او اف اس بتساوي ايه؟ اف روتر. تمام كده؟ طب لما ده يبدا يتحرك الاف اللي هيتكون هنا في الروتر
نتيجه ايه؟ معدل القطع. طب معدل القطع في الحاله دي بقى كام؟ ان اس ناقص النهار، يبقى ان اس ناقص النهار في 2 بي على كام؟ 120. تمام؟ اف ار ان اس ناقص النهار 2 بي على 120. فلو قسمت اف ار على اف اس اللي هي بتساوي اف 2 اف روتو ستاند ستيل، هتلاقي بتساوي ان اس ناقص النهار على ان اس، ده بيسميه ايه هو الاس؟ ايوه المفروض ده بيدل على ايه؟ الفرق بين مثلا الفريكونسي بتاعت الروتور او سرعه الروتور بالنسبه للستيل او سرعه المفاتيح اصلا. صح، يعني بقول لك ايه؟ لا مش الستيل والروتور، الروتور ومجال الستيل دي مهمه بالنسبه لي. الروتور سرعه الروتور بتبقى اقل من سرعه السنكرونس اللي هي سرعه ايه؟ مجال الستيت، ما تقوليش ستيتس تقول ثابت. فيبقى ايه اللي بيحصل؟ بيبقى في انزلاق، يعني سرعه الروتور بتبقى اقل شويه من السنكرونس بتدور. طبعا لما نخش في الالات التزامنيه الروتور بيدور بنفس سرعه السنكرونس، عشان كده بيسموها ايه؟ تزامني. تمام؟ عشان كده احنا هنا اهم حاجه بالنسبه لنا اللي بيصير نتاكد ان اس ناقص النهار على ان اس. وقارنوه معايا كمان، مثلا لو انا عايز ان سليب او السليب سبيد هي بتبقى عباره عن ايه؟ ان اس ناقص النهار. من هنا احنا ممكن نجيب قانون تاني، مش استنتاج، مضرب طرفين في وسطين، والقانون ده هتشوفه كتير لو انت عايز تجيب السرعه بتاعت الايه؟ الروتر بتاعك، بتساوي ايه؟ 1 ناقص اس ان اس. ده يعني غصب عنك هتحفظه لانك هتشوفه كتير جدا يعني. فانت هتلاقي نفسك يعني فاهم ان النهار بتساوي 1 ناقص اس ان اس. عارف انت الحاجات الثابته اللي انت هتبقى عارفها طول حياتك؟ ده هتبقى عارفها. النهار بتساوي 1 ناقص اس ان اس. تاخد هتضرب طرفين في وسطين وتجيب النهار لوحدها وتطلع القانون. عايز تحفظه احفظه، مش عايز هتشتغل من هنا ولا هتحتاج كده النهارده. تمام؟ حاجة مهمة بالنسبة لي إن الستيت ده طبعًا بيبقى قليل جدًا. يعني فرق السرعة ما بين الستيتر والروتر بتبقى صغيرة، بس ده فين؟ تقريبًا عند قريب للفول لود. يعني أنت بتبقى عايز أصلًا إيه؟ هو يقرب لسرعة التزامن ولكن ما بيوصلهاش، بس أنا مش بعيد. فإن إس ناقص النهار يعني ده بيبقى 3%، 2%، 5%. تمام؟ وهكذا. ممكن بقى نحل. بس تفتح الشيت معايا يعني اللي معاه داتا بتلاقي تفتح الشيت عشان نبص معايا ايه شكل المسألة بتيجي ازاي؟ هو انا المسألة سهلة يعني مفيهاش حاجة، بس برضه ايه؟ طب انا معايا. المسألة رقم واحد تمام؟ بتقول ذا روتور سبيد اوف مش عارف شريك از اندكشن روتور از كذا، يعني هو اديني ايه؟ السرعة. اديني ايه؟ السرعة بتاعت الروتور، يعني اديني ايه؟ بيقول لك الروتور سبيد بتاعتك 720 ار بي ام. طب هو قال لك ايه اصلا؟ قال لك ان هو 440 فولت 50 هرتز و8 لوب. تمام؟ احنا هنشتغل على 3 فيز، فتتعامل فتاخد تعمل حسابك على حاجه مهمه جدا. احنا بنشتغل مع الات 3 فيز او اي 3 فيز سيستم. لو ما قالكش التوصيله بتاعته بالنسبه للبيت اعتبرها سبوت كونكت. تمام؟ ومع ان هيديك جهد، يعني بقول لك 440 فولت فانت ما تعرفش هو فيز ولا لاين، فاحنا بنتعامل معاه على طول ان هو ايه؟ لاين تو لاين. يعني انت شغال ستار وده لاين تو لاين، لو كاتب لك 440 لو انا عايز اجيب دي فيز بعد ايه؟ 440 على ايه؟ طبعا لو دلتا يبقى الدي فيز هو هو. تمام؟ ماشي. بيقول لك ايه؟ بص يعني ما فيش اسهل من كده. عايز ايه؟ المطلوب اللي انا عايز السنكرونس سبيد، المطلوب الثاني عايز الاس، المطلوب الثالث عايز ايه؟ الان سليب. طبعا يعني مش مساله امتحان خالص. اعوض ان اس بيساوي ايه؟ 120 الاف بتاعتك بكام؟ ب 50 على اقطاب 8 تقريبا هتطلع كام؟ انت المفروض بتبقى عارفها، هي المفروض يعني مثلا 50 هرتز على اقطاب 2 3000 4500 6000 8 750، فانت هتلاقي ده كام؟ 750. بالنسبة لك السليب بتاعك هيبقى عبارة عن ان اس ناقص النهار على ان اس يعني كام؟ 750 ناقص 720 على كام؟ 750. في مشكلة في كده؟ ان سليب الان اس ناقص النهار يعني كام؟ 30. تمام؟ انت معاك الشيت؟ اه طبعا.
أو لحظة أنا عشيت مركب كده. طب دلوقتي لو أنا ما اديتكش في المسألة دي عدد الأقطاب 8، هل أنت ممكن تعرف إن الآلة دي كام قطب؟ أقول لك أه، أقول لك كمان إيه؟ إن الـ NR بتبقى قريبة جدا من إيه؟ الـ NS، فممكن أقول إن الـ NS اللي يساوي كام؟ 120 في F اللي هي كام؟ 50 على 2 بي، وأنا عارف إن دي هتبقى قريبة إيه؟ من 700 وكام؟ 20. فأعمل إيه؟ 2 بي ب 2 طلعك 3000، 2 بي ب 4 1500، 6000. انت شايفها قريبة، طب جرب التاني 8 هتبقى 750، فتقول ان على طول ان اعلى اقطاب هنا كام؟ 8. بالتجربة كده عشان المسألة اللي بعديها او اللي هي رقم 3 هنحلها بالطريقة دي. مسألة رقم 2 دي تقريبا هنتكلم من النهاردة يعني كنت بحلها امبارح، يعني مسألة سهلة دفعة يعني بس انا بقول مسألة رقم 2 بتقول ايه؟ الروتر فريكوانسي ل 6 فول 50 هرتز 3 فيز موتور اس 3 هرتز، انا عامل ايه؟ الاف ار كام؟ 3 هرتز، واخد بالك من حاجه؟ طبعا انت لقيت من هنا اصلا ايه؟ اف ار يساوي الاس فالاف اس، صح كده؟ والسليت ده يبقى ايه؟ صغير يعني مثلا 3 من 100 مش عارف ايه، فالكلام ده لما تضربه في 50 هرتز يطلع لك الاف ار 3 هرتز 4 هرتز 2 هرتز. طب دي هتفيدني في ايه؟ واحنا بنشتغل لما نيجي نجيب الافشنسي هتقول ان المفروض يبقى فيها مفاقيد اير لوس، فمفاقيد الاير لوس دي بتعتمد على ايه؟ على الفريكونسي، تمام؟ فبتكتب بي والاف ده تعرف فالفريكونسي بتاع الروتر كام؟ 3 هرتز، بما انه صغير فبروح قايل ان الاير لوس بتاعت الروتر صغيره جدا فممكن اعملها، فدي تبقى واخد بالك منها يعني انت ايه؟ لما عشان لما نيجي نقول كده احنا سبقناها ها؟ طبعا انا بقول لك ان انا 6 فولت و50 هرتز 3 فيز اندكشن موتور، عايز ايه؟ عايز السليب وعايز ايه؟ الموتور سبيد اللي هي ايه؟ النار. طبعا انت عايز السليب تمام؟ هو مديك اصلا الاف اس ب 50 ومديك الاف ار بكام؟ 3، وانت عارف ان الاف ار بيساوي اس في الاف اس، فانت هتعرف تجيب الاس بتساوي اف ار 3 على 50 يعني كام؟ 6 من 100. في مشكلة في كده؟ طب عايز الـ NR والله بقى تقول إن الـ S يساوي الـ S ناقص الـ NR على الـ NS، أو تقول إن هو الـ NR بتساوي إيه؟ 1 ناقص S الـ NS. في مشكلة في كده؟ طبعًا أنت ما جبتش الـ NS؟ والله يا عم أنت 120 ترفع على 2 بي. الـ NS 120 50 على 2 بي اللي هي 6 تديك 1000. يبقى أنت جاي إيه؟ الـ NS ومعاك الـ S اللي جبت الـ NR. في مشكلة في مثلًا؟ نبدا بقى ايه نحس ان في دي مساله من المساله الجايه. المساله رقم 3 هي مساله رقم 3 و6. هما اللي في الشيت دي. المساله رقم 3 بيقول لي انا عندي 3 فيز 5 هورس باور 208 فولت، 5 هورس يعني ده كان بيديك المقنن بتاع الاله بتاعك اللي هو بيبقى مكتوب على جيم بي. ان هي الريتر بتاعها المفروض يخش لها جول 208 فولت عشان تطلع 5 هورس باور و60 هرتز اندكشن موتور. تمام؟ رانز اب 1746 دايما بيديك ما يديكش سرعه السنكروس، لازم يديك سرعه ايه؟ الروتر. وحتى تتاكد ازاي؟ يقول لك 1746 وين ات ديليفرز ريتد او باور، يعني مش هيديك سرعه سنكروس عند يعني بيقول لك عند لا تلاقي سرعه السنكروس ثابته. وما دام انت هتلاقي معاك ايا كان دلاله ان انت تعرف تجيب هو مديك النهارده كام؟ 1700 كام؟ 46 تمام؟ وبقول لك ان ده كام تتاكد بقى هو 60 ولا 50 هرتز، ده كام 60 هرتز بس هو مش مديني عدد الاقطاب. هو عايز اول حاجه اصلا هي عدد الاقطاب. هل انت معاك ان اس؟ لا بس انا معايا ايه؟ معايا ان ار ومعايا الفريكونسي بتاعي، يعني انت متوقع ان عند الريتد ان المفروض السرعه بتاعت ال ار تبقى قريبه من سرعه السيكونس. فايه ما اقول ان اس تساوي 120 في اف او 120 في اف 60 على 2 بي وتجرب هتلاقي ان انت 2 تطلع لك 3000 وشويه 4 تطلع لك 1800 فتقول اه خلاص ده 4 والان اس 1800 ايه او ممكن نعمل ايه؟ ممكن نقول ان 2 بي بيساوي 120 في اف بكام؟ على ان اس المفروض شيل ان اس اهو ده النار
1746 هتطلع لك هنا كام؟ هيبقى 4.12 مليون. تقول ايه؟ تقول انت هتاخد بطنك. تمام بس يعني انت فاهم؟ شايف من اللي فوق ده بس خلاص. براحتك انت حاجه ترجع لك. عايز السليب بتاعك عند الفول لود. تمام؟ السليب عند الفول لود يبقى انا السرعه بتاعت الرطب بكام؟ ب 1746 ان اس اللي هي طلعناها ب 1800. هسال 1746 على كام؟ كده جبتها مفيش مشكله. تمام كده؟ عايز ايه كمان؟ الفريكونسي اوف روتور كارنت، يعني عايز ايه؟ الفار بكام؟ اس في الايه؟ مفيش فيها مشكله. رابع حاجه ودي اللي هي اللي احنا قعدنا نتكلم فيها كتير، عايز السبيد بتاع الروتور فيلد بالنسبه لايه؟ للستيتور والستيتور والتيتي فيلد. سرعة مجال الروتور بالنسبة للستيتور كام؟ ان اس. سرعة الروتور فيلد بالنسبة للستيتور والتيتي فيلد؟ صفر. ستيشنري. طب لو عايز روتور فيلد بالنسبة للروتور؟ اللي هي سرعته هي اللي هو الشخص اللي بيجري باللقطات هيبقى بيجري بسرعته ان اس ناقص في مشكله في كده؟ كل ما تعطل دي اكتر تمام؟ مسألة 4 و5 ما فيهمش حاجة، مسألة 6 اللي فيها ايه؟ فيها فكرة بسيطة جدا يعني. مسألة ستة بيقول لي أنا عندي 3 فيز 10 أصفار 208 فولت 6 بول 3 فيز اندكشن موتور هاز استيتور تو روتور تيرنز 1.5 يعني ايه؟ يقول لي عايز لفات الاستيتور لعدد لفات الروتور 1.5 يعني تي 1 على تي 2 و1 على كام؟ على مسؤوليه 2 مظبوط كده؟ بيقول لي الاستيتور والروتور الاثنين متوصلين ايه؟ ستار. ما دام قال لك الروتور متوصل ستار ده معناه ان هو اوند روتور عشان احنا هنقول الكلام ده دلوقتي. بس انت متاكد ان ايه؟ الروتور والاستيتور دول متوصلين ايه؟ ستار. تمام؟ جه في المطلوب الاولاني قال لك الستيتور اوف كوندكت اندكشن ماشين از كونكتد تو 3 فيز 208. طب ما انت قايل لي يا عم ان هو اصلا ايه؟ 3 فيز 208 فولت مش عارف ايه. بس ما هو عادي ممكن يكون المقاوم بتاعه 208 وانا اديله 50 فولت. فيها مشكله؟ فهو قال لك ان انا السبلاي اللي انا جبته هو الجهد بتاعه شبه الجهد ده. يعني انت وصلته ب 208 فولت. تمام؟ 60 هرتز سبلاي. وهو كان في الاساس 6 فولت. ايه المطلوب؟ قال لك الموتور ده ضرب سرعه 1140 ار بي ام. تمام؟ المطلوب الاولاني عايز السليب بتاعه. عايز السليب يعني ايه؟ ان اس ناقص ان ار على ان اي. انا عايز اجيب ايه؟ ان اس بكام؟ 120 في 60 على 6 تطلع لك كام؟ 1200 صح؟ ده لسه بتاعك بيساوي 1200 ناقص 1140 على كام؟ 1200 ده الاس وده ايه؟ خلاص انا كده جبت الاس. ايه التاني مطلوب؟ بيقول لك انا عايز الانديوسد فولتج الروتور بير فيز والفريكونسي بتاع الاندوز فولتج. يعني عايز اول حاجه بنقول الاف ار صح؟ الاف ار بيساوي ايه؟ اس في الاف ار. هو عايز الاندوز فولتج في الروتور بكل فيز. احنا يعني شغالين ايه اصلا؟ هو ده اندكشن موتور هو موتور حس يعني اصلا من نتيجه ايه؟ حس يعني هو بيعتمد على القناه الفرديه الكترونيه اندكشن. واحنا كنا قايلين في الترانسفورمر ان الاي بتاعتك بتساوي كام؟ 4.4% في الاف الفايل بتاع كل بول في التي فيز او الدبليو يعني ايا كان عايز تسميها ايه اللي هي بتاعت الواند يعني عند اللفات تمام؟ ماليش دعوه انا خليها تي فيز تمام؟ ايه بتاع 4.4% في الفايل بول في التي فيز تمام كده معايا؟ هل الترانسفورمر ده كان بينقل قدره عند فريكونسي مختلف؟
لا كان عند نفس الفريكونس. فعليك انت تقول ان ايه واحد وايه اثنين، يعني بتاع البرايمر والسكندري الاف بتاعهم ثابت صح كده؟ بس انا عندي هنا الروتور دي فريكونسي والستيتور دي فريكونسي ثاني خالص، فعليك اقول ان ده ايه واحد بيساوي 4 × 100 اف واحد، هنعتبر ان الفايل في الحالتين ثابت في تي واحد تمام كده؟ طب ايه اثنين؟ بتساوي 4 × 44 اف اثنين الفايل بول في تي فيز اثنين. والله عايز تجيب قانون على طول ممكن تقول ان ايه واحد، لو انا ممكن اخليها كده اسهل بالنسبه لي. ايه اثنين في حاله النود حاله الستاند ستيل بتساوي كام؟ 4 × 44 والاف ده هو هو الاف الاف بتاع ايه؟ اف واحد اف واحد الفاي بول في تي فيز ايه؟ اثنين. يبقى ايه اثنين ايه واحد على ايه اثنين نود بكام؟ في تي واحد على تي اثنين. ده ايه ماشي كل ده؟ ده لفت ايه؟ عدد لفات ديت عشان كده ادي عدد لفات للفيزا بعض. ده ايه ماشي بالفيزا؟ طب لو عايز الاي 2 الاي 2 هيساوي ايه؟ اس الاي 2 نو. يعني من الاخر الاي 2 بيساوي كام؟ هنا الاي 2 نو بيساوي ايه؟ اي واحد على عدد اللفات تنس ريشيو صح كده؟ وهضربها كمان فين؟ تبقى ايه اثنين بيساوي اس في ايه واحد على تنس ريشيو بتاعي تمام؟ يبقى انا هحط القانون هنا. طب ماشي هنا الاستيتور بتاع كل الغازه صح؟ يبقى الاي واحد بتاعتك بكام؟ يعني حد من ده يكبر بحط 208 على اذن هرات ايوه ليه 208؟ عشان هو مديلك سليف فيز وبيشتغل الله يطول. احنا هنا شغالين في زاد يبقى ده كام؟ 208 على جذر الكبات ومعاك عدد لفات ده تنس واحد على نص يعني اثنين ومعاك الاس بتعرف تجيب ايه؟ ليه اثنين بتاعت الضوء؟ ليه؟ يعني دي؟ حبيتها من دي؟ اف 2 بيساوي كام؟ اس في اف 2 ماشي ايه 2 نود؟ ايه 2 انا هحسبها خلاص. طب المفهوم الثالث هتلاقي يقول لك انا عايز الار بي ام بتاعت الروتور فيلد، يعني عايز سرعه الروتور فيلد بالنسبه لايه يا عم؟ احنا خلاص بقى ايه الدنيا تمام بالنسبه للروتور وبالنسبه للايه؟ للستيتور. بالنسبه للروتور كام؟ بالنسبه للستيتور احنا لسه ما وصلنا. بالنسبه للروتور للستيتور خليك بقى معايا عشان ايه الدنيا هتتلوى قوي تتلوى. قال لك ايه بقى؟ قال لك انت كان عندك الستيتور اهو كنت انا بغذيه ايه؟ 3 فيز واجي على الروتر تمام؟ الروتر ده هيبقى حاجه من الاثنين، حاجه اسمها سكوير كيج وحاجه اسمها هوم نود. السكوير كيج ده بيبقى عباره عن ايه؟ بارات الومنيوم كده. بارات الومنيوم دي بعمل فيها ايه؟ بعمل عليها فيصل عن طريق حاجه اسمها اندريك عشان ايه؟ التيار يمر عشان يكون المجال. فانا هعمل فيصل اهو تمام؟ ده ترك سبيد كيرف بتاعه او ترك الستارتنج بتاعه بيبقى صغير. فساعات ما بيعرفش يشيل ايه؟ عزم الحمل بتاعه. فبالتالي الموتور مش هيقوم. فساعات بيبقى محتاجين حاجه يتحكموا في التي ستارتنج بتاعتي. بيتحكم في التي ستارتنج عن طريق حاجه اسمها الالفا، الالفا دي بتتحكم فيها عن طريق انت بتزود مقاومه في الروتر. هتزود مقاومه في الروتر ازاي هنا ما ينفعش. فالوامند روتر هو عباره عن ايه اصلا؟ عباره عن 3 فيز وايندنج شفت اللي عن بعض كام؟ ممكن توصلهم بس طبعا. طب هتزود عليهم مقاومات ازاي؟ قال لك مش ده بيدور وانت عايز تزود عليه حاجه ثابته هتزودها ازاي؟ ستبرنج ستبرنج كومنتاتور كراش ده لو انت هتعمل توحيد. انما لو انت هنا عايز تدخل حاجه بس بتعمل ايه؟ لو انت ستبرنج كده وعليهم براش وتدخلهم على ايه؟ مقاومه متغيره. بس اهم حاجه واخد بالك منها ان في النهايه لازم ده يبقى شرط ست اوعى تنساها. نقدر نستخدم نفس المقاومه اللي احنا عايزين حاجه سرعه ممكن نستخدمه. ايوه ماشي ما انت شرط بس شرط على ايه؟ شرط على هنا لازم ده يبقى شرط ست لازم كل ما تبص تعال معايا كده. هو قال لك ايه بقى؟ قال لك انت شغال اهو دروت خليك معايا. قال لك يبقى انت الستيتور بتاع الروتر بتاعك اهو
قال لك شفت عامل الروتر ده، قال لك الاستيت والروتر الاثنين متوصلين ستار في المساله. قال لك طب بقول لك ايه، ما تعمل لي شورت على الاستيت وتغذي لي الروتر هو السبيك فيس. عملت شورت على الاستيت وغذيت الروتر ايه دلوقتي بغذي الروتر 3 فيس وهو 3 فيس وين هنجيب ايه روتيتنج ماجنتيك فيلد بيدور بسرعه ايه؟ الناس الروتر هي الستيتور بيجيب مجال بيدور بسرعه كام؟ الناس ده جاي من الروتر تمام؟ ماشي ادي ملف وادي التاني وادي التاني هيستحس فيهم ايه؟ الاي ام اف شفت ده على بعض كام؟ ماشي ده معمول عليه شورت هيمر ايه؟ طيار الطيار يجيب ايه؟ مجال المجال ده المفروض يتفاعل مع مجال الروتر المفروض مين اللي يدور؟ الستر هيدور؟ مش هيدور. قال لك من عم نيوتن قال لك ايه؟ لكل فعل رد فعل هتساوي ايه في المقدار؟ رد فعل. الروتر بيحاول يزق الستيتور، الستيتور اللي عم ما بتزقش. خد بقى انت القوه دي كلها واجري بيها الناحيه الثانيه. يعني اتحرك بيها في عكس الاتجاه. فالروتر هيعمل ايه؟ هيعكس يعني انا مش فاهم فكره المساله، طب ما تغير السيستم وخلاص. يعني انت عايز الارض اللي فيهم الناحيه الثانيه ولا اشوف لك الناحيه الثانيه؟ في الفيزا مكان فيزا الروتيتنج فيلد بدل ما بيدور في الاتجاه ده يدور في الاتجاه ده تمام. بس هي بقى يعني الدكتور بقى هيخلي لك في مساله في الساعه المحدوده هيغزل الستيتور والروتر فشوف اللي هيحصل فيها يعني وبعرفه عشان انا مش فاضي تمام عشان انا مش في الشيء ماليش دعوه بالدكتور دلوقتي ايه اللي المفروض يحصل؟ الستيتور هيلف فعلا ما الستيتور يلف هيجبر الروتر ان هو يلف بس فين؟ ضد الاتجاه يبقى المفروض الروتر يلف فين؟ في عكس الاتجاه فالروتر نفسه بيدور فين كده؟ في عكس الاتجاه بس مجاله بيدور عكس اتجاه حركه الروتر بالراحه بقى جدا دلوقتي الاول انا كنت بستحس الجوز دي في فين؟ في الاستيت طب المجال اللي بيطلع على الاستيت والاستيتور ساكن اهو في الحاله دي كان كام في الاول قبل ما الروتر يلف؟ بسرعه مجال الروتر اللي هي ان اس دلوقتي الروتر بيدور فين؟ في عكس اتجاه مجاله يبقى الاستيتور هيتاثر بمجال شكله عامل ازاي؟ الاستيتور القطر ده مثلا او ده الروتر بتاعه الروتر بتاعي ده بيطلع مجال يدور في الاتجاه ده بكام؟ بسرعه ان اس دلوقتي لان هو الروتر دلوقتي كانه ستيتور والستيتور كانه روتر بس الروتر نفسه هو اللي بيلف يعني ده بيدور بسرعه ان اس في الاتجاه ده مجال ده مجال الروتر بيدور بايه؟ في الاتجاه الروتر نفسه هو خليها كده الروتر نفسه بيتحرك فين؟ النهار في الاتجاه المعاكس وده بيتحرك بسرعه ايه بس ده بقى هيشوف مجال ده اللي هو جوه بيتحرك بسرعه كام؟ الناس نص نار الناس نص نار الفرق ما بينهم انا جوه القطر انا واحد واقف تحت القطر بيمشي في الاتجاه ده بسرعه انا بمشي في الاتجاه المعاكس ليه تمام فاللي بره هيشوف ان انا بجري بسرعه ايه؟ فرق السرعتين صح كده؟ فبالنسبه لي دلوقتي ايه اللي بيحصل؟ ده الفريكونسي بتاع الاستيتور اللي بيتغير لان معدل قطع الفيد بتاع الاستيتور هو اللي بيتغير تمام؟ وعليه هيطلب منك ايه؟ اول حاجه بيقول لك قول لي الدايركشن بتاع الموتور ويز ريسبكت تو روتيتنج ماجنتيك فيلد. انت فاهم ان الروتر هيدور ايه؟ عكس اتجاه المفروض الروتيتنج ماجنتيك فيلد طالع منه. يبقى تقول ان هو ايه؟ في الاوبزيت دايركشن. ده اول حاجه. تاني مطلوب عايز الاي ام اف المستحثه في الاستيت عشان انا غزيت الروتر والفريكونسي بتاعها طبعا الفريكونسي بتاع الاستيتور هو اللي بيقل عشان الاستيتور ده كانه دلوقتي روتر بالنسبه لك من الاخر ما ينفعش قلبنا كل اللي انت هتعمله باذن الله ان انت هتستخدم القانون اللي احنا كتبناه ده تمام بس تكتب هنا ايه دي واحد ودي ايه اثنين بس انا اللي بيتغذى برضه اثنين الروتر يبقى برضه القوه الفولت بتاعه كام؟ 208 على ايه؟ طب والملفات اللي هو
ايه في العهد وبعد كده